عندما ترى مثل هذا الخبر تفرح، لكن بعد الفرح تسأل نفسك منذ متى تبت إلى الله، وكم لي في طريق السير إلى الله، وكم حفظت من كتاب الله. يعني هذا الشاب لم يدور عليه الحول حتى حفظ كتاب الله عز وجل حفظا متقنا، أخذ عليه شهادة من عالم يوجد في القرآن الكريم. فعندما تتوب إلى الله تبارك وتعالى تحسب وتنظر وتفتش ما الذي أضافته لك هذه التوبة من الأشياء المحسوسة الملموسة، من علم، من حفظ أحاديث، من تحرير مسائل. لأنه العبد ينظر إلى نفسه قبل التوبة فيما كان يزاوله. فكان مثلا هذا الشاب يحفظ الأغاني ويجتهد في ضبطها وفي ضبط الإيقاعات وكذا، بعد التوبة يجلس، النفس أليفة الحفظ، أليفة الحركة، فلا بد من توظيفها في المسار الصحيح. كما كنت رأسا في الباطل، أنا الآن أحاول أن أحصن نفسي وأكون رأسا في الحق على الأقل مع نفسي، حتى إن أبيت الظهور الذي لا أحبذه ولا أريده. لكن مثل هذا الخبر يجعلك تتوقف مع نفسك طويلا. أخي الكريم، التزمت قبل 10 سنوات، 20 سنة، أخبار القرآن، أخبار السنة، تحرير مسائل الوضوء، تحرير مسائل الصلاة، هل عندك تحرير في مسائل الزكاة؟ هل تفهم شيء في المعاملات الشرعية؟ على الأقل في فرض العين عليك. لذلك يتوب الإنسان ثم يبقى قلبه هواء من دينه، ما يتحصن، ما يأخذ، ما يحصن به نفسه. هو عندما يكون في طريق الغواية يحاول أن يحصل أي معلومات يتميز بها عن أقرانه ويستطيع أن يتكلم بها في مجالسه، لكن تفاجأ أنه عند التوبة يصبح جثة هاملة، لا يتحرك، لا يتعلم، لا يتفقه، ولذلك يسهل أن تدخل عليه الشبهات فتجره هذه الشبهات إلى تبرير الشهوات، فينقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لذلك القرآن يشكل حصانة عندك، لن تحتاج لأحد حتى يجعلك تخرج عن دينك أو يشككك في دينك في هذا الزمان الذي أصبح يدعم فيه كل من يشكك في الدين ويقصى فيه كل من يبعث على القلوب اليقين في هذا الدين. لذلك حفظ القرآن هذا أول مرحلة، ويجب على كل مسلم أن يهتم بكتاب الله وأن يكون عنده نصيب من كتاب الله. إن لم يستطع أن يحفظه كاملا، على الأقل لا يكون أجنبيا عنه ويحفظ جزءا منه. ثبت الله أخانا ألهم، والسلام عليكم.